منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، عملت مصر على بذل كل الجهود الهادفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات للمدنيين الفلسطينيين. بالتوازي مع ذلك، نفذت مصر أيضا عددا من عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على القطاع. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري من العريش. مساء الخير زملائي الأعزاء، مساء الخير على مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، وإطلالة جديدة على يعني الجهود المصرية على المستوى الإنساني والإغاثي. إذا بدأنا بالمشهد في محيط معبر رفح الحدودي، نتحدث اليوم وفقا لأحدث يعني أرقام أو أحدث رقم، مرور ما يقرب من 168 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم و30 شاحنة عبر منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للغاز. أيضا لا زالت أبواب المعبر مفتوحة أمام تدفق الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتوزيعهم على كافة المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية، بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة المصرية. أيضا المعبر استقبل صباح اليوم عدد من مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات الأجنبية والعربية والمصرية. أما على صعيد الزيارات، كان هناك زيارة مهمة في واقع الأمر، وفد إيطالي مكون من 40 فردا. يعني هذه الزيارة تحمل بين أو تجمع بين طيتها برلمانيون وصحفيون وناشطون في المجال الحقوقي، بالإضافة إلى أساتذة الجامعة. ملخص هذه الزيارة أو العنوان الأبرز لهذه الزيارة هو استمرار الضغوط الدولية على إسرائيل، ولكن في هذه المرة بوجود صحفيين وإعلاميين إيطاليين ليرفعوا الصورة وينقلوها إلى المجتمع الدولي، وهو ما أكدوا عليه أننا جئنا لنطالب الحكومة الإسرائيلية بوقف إطلاق النار وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، وأيضا الكشف عن انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين وضد الأطفال والنساء، ومن ثم رفع الصورة إلى المجتمع الدولي وأيضا إلى محكمة العدل الدولية، بعد طبعا تغير كبير في الموقف الدولي، ربما آخر تغير هو الموقف الأمريكي، وعلى لسان وزير الخارجية الأمريكي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو كان عكس الاتجاه السابق بالحديث عن تهدئة، وأيضا تحدثوا عن ضرورة وأهمية إلزام إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية. إذن هذه الزيارة تصب في اتجاه الضغط على إسرائيل والضغط على المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية باتجاه وقف إطلاق النار وباتجاه إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية. ويمكن بعد غد الخميس هناك أيضا زيارة لوفد بريطاني خلال اليومين القادمين تصب في هذا الاتجاه. إليكم زملائي في الاستوديو.